مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم رح نحكي عن الفترة الملكية. ما هي هذه الفترة الملكية؟ الفترة الملكية يكفيها فخرا أنها ملكية، يكفيها أنك تكون مالكا لإرادتك وذاتك. هذه الفترة هي المرحلة التي تكون فيها قادرا على اتخاذ قراراتك بشكل شخصي عن قناعة وعن تجارب. الفترة الملكية عندما تصبح قادرا على التعامل مع توافه الأشياء، فإذا حدثك كاذب تنظر إليه نظرة وتقول له اذهب، لست مضطرا لنقاشك. إذا كبت كأس ماء أو كأس عصير على أي مكان فلن تتأثر. إذا حصل أمامك كثير من التوافه والأشياء لن تنزعج من أزمة السير، لن تكون مرتبطا بالأحداث التي تدور حولك، ستكون إنسان مستقر عاطفيا وعندك من القدرات والضبط على نفسك ألا تتأثر بما يدور حولك. هذه الفترة هي فترة النضج، فترة التفكير المستقر، فترة التفكير أنك إنسان بحاجة إلى أن تكون معتنيا بنفسك ولا تهتم بتوافه الأمور. الفترة الملكية هي الفترة التي تعتني بها بصحتك، لأنك تصبح على يقين مطلق أنك أنت الشخص الذي يجب أن تعتني بنفسك. في هذه المرحلة تدرك أن الحياة ليست على نمط واحد من التعامل، هناك السيء، هنالك الصالح، فعليك أن تتعامل مع الجميع. في هذه المرحلة ستعرف أن الحياة لن تكون كل أيامها سعادة وفرح، أنت تعرف أن الحياة كلها تقلبات. متى تأتي في هذه المرحلة؟ ليس هنالك عمر معين. الفترة الملكية هي فترة النضج والتجارب التي تجعلك مستقرا نفسيا وداخليا، بحيث تتعامل مع الأشياء من غير توتر، من غير عصبية، من غير أن تكون متوترا بشكل عنيف. هذه الفترة فترة استقرار وراحة، فترة استرخاء، تستطيع من خلالها أن تكون إنسانا منجزا. النصيحة: هذه الفترة قد تأتي كما فهمتم من كلامي في مرحلة متقدمة من العمر، لا وألف لا، فنحن نكون أذكياء إن استطعنا أن نستفيد من خبرات وتجارب الخبراء والحكماء الذين حولنا. لماذا نمر بكل هذه المشاكل؟ انظر إلى الأشياء ببساطة، لا تتأثر بتوافه الأمور، لا تدقق على كل شيء، فستكون ملكا قبل أن تصل إلى تلك المرحلة. فعش المرحلة من تجارب الآخرين، وشكرا على حسن الاستماع.